كتلة هوائية قارصة البرودة تبدأ تأثيرها على المملكة الساعات القادمة وثلوج كثيفة متراكمة فوق مرتفعات تبوك. التفاصيل بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا في المملكة العربية السعودية. إذا تبدأ المنطقة الشمالية من المملكة خلال الساعات القادمة تتأثر بكتلة هوائية قطبية سيبيرية شديدة البرودة، تبدأ تحركها انطلاقا من المنطقة الشمالية وانطلاقا تحديدا من منطقة الجوف الحدود الشمالية، ثم تدريجيا تصل إلى منطقة تبوك خلال ساعات ليلة الأحد على الاثنين. أما خلال يوم الاثنين تتسع رقعة تأثير هذه الكتلة الهوائية شديدة البرودة لتشمل مناطق إضافية من الجوف الحدود الشمالية، تبوك، أيضا حائل، وحوصولا حتى حفر الباطن والقصيم خلال ساعات ليلة الاثنين على الثلاثاء. وتترافق هذه الكتلة الهوائية الباردة بعدة ظواهر جوية منها الصقيع، الجليد، الانجماد، الثلوج، والتي قد تكون كثيفة على مرتفعات تبوك. نبدأ نشاطنا باستعراض هذه الخريطة لتوزيع درجات الحرارة السطحية المتوقعة يوم الأحد وحتى منتصف الأسبوع. هذه الكتلة الهوائية الباردة تتحرك نحو المنطقة، تتحرك جنوبا نحو شمال المملكة العربية السعودية. أول المتأثرين هي منطقة الجوف وأيضا شمال الحدود الشمالية. تنخفض درجات الحرارة خلال ساعات الليل، تكون ما دون الصفر المئوي في هذه المناطق. يوم الاثنين تواصل هذه الكتلة الهوائية الباردة تحركها جنوبا لتشمل منطقة تبوك، عموم منطقة الجوف، عموم منطقة الحدود الشمالية، ووصولا حتى منطقة حائل. أثناء تحرك هذه الكتلة الهوائية الباردة يتوقع أن تترافق مع هطولات مطرية تكون عبارة عن زخات ثلجية فوق أجزاء من الجوف وأيضا الحدود الشمالية ومنطقة تبوك. منطقة تبوك تحديدا ستشهد هطولا غزيرا للثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية يوم الاثنين تحديدا، بسبب تزامن الهطولات مع عبور الجزء الأبرد من هذه الكتلة الهوائية شديدة البرودة. لاحظوا هذا اللون البنفسجي، هو دليل على درجات حرارة ما دون الصفر المئوي تتركز فوق المرتفعات الجبلية العالية من منطقة تبوك وأيضا أجزاء من الجوف الحدود الشمالية. تواصل هذه الكتلة الهوائية الباردة تحركها جنوبا خلال منتصف الأسبوع يوم الثلاثاء لتصل مشارف العاصمة الرياض وتعبر منطقة حفر الباطن، بالإضافة لاستمرار تأثيراتها على عموم المنطقة الشمالية من المملكة. نتحدث الآن عن الأمطار والهطولات والثلوج المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة اعتبارا من يوم غد الاثنين. يوم الاثنين كما ذكرنا في الخريطة السابقة الكتلة الهوائية شديدة البرودة تستمر بالتأثير في عموم هذه المناطق، وبالتالي هذه المناطق التي تشهد هطولا ستكون هذه الهطولات على عبارة عن زخات ثلجية فوق المناطق العالية، وبالتالي منطقة تبوك بإذن الله ستشهد هطولا قد يكون غزيرا للثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية يوم الاثنين، بالإضافة لأنه لا يستبعد هطول بعض زخات الثلوج أيضا في أجزاء من منطقة الجوف والحدود الشمالية، في حين تكون الهطولات عبارة عن زخات من الأمطار على سواحل منطقة تبوك وأيضا المناطق المنخفضة من المنطقة الشمالية من المملكة العربية السعودية. يوم الاثنين تتحرك هذه الهطولات المطرية أكثر جنوبا وتواصل تأثيرها على منطقة تبوك وتكون عبارة عن زخات ثلجية أيضا فوق القمم الجبلية العالية من منطقة تبوك، لكن تميل الأجواء أو تتراجع الفعالية الجوية وتتراجع الهطولات في منطقة الجوف وأيضا الحدود الشمالية مع تركزها هنا في منطقة تبوك. يوم الثلاثاء بإذن الله مع تحرك هذه الكتلة الهوائية الباردة جنوبا يتوقع أن تشهد المنطقة الشرقية والوسطى بما فيها العاصمة الرياض نشوء أحوال جوية غير مستقرة كنتيجة لتلاقي كتلتين مختلفتين في الخصائص. الأولى هي هذه الكتلة الهوائية الباردة من الشمال، والثانية هي كتلة هوائية دافئة ورطبة قادمة من الجنوب، ستعمل على نشوء أحوال جوية غير مستقرة في عموم هذا الخط الممتد من المنطقة الشرقية الرياض وصولا حتى المنطقة الجنوبية الغربية. تستمر تأثيرات هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي خلال ساعات يوم الثلاثاء على أن تتراجع الفعالية الجوية بشكل عام خلال يوم الأربعاء مع تعمق الهواء البارد وسيطرته على عموم مناطق المملكة، وبالتالي يوم الثلاثاء أجواء باردة لكن مستقرة ومشمسة بشكل عام. نذهب الآن للعاصمة الرياض وتوقعات الجوية لهذه الليلة. تكون الأجواء مستقرة بشكل عام، الجو صافي، 14 درجة مئوية كحرارة مقاسة، المحسوسة 12، رطوبة منخفضة، والرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
نبقى في العاصمة الرياض وتوقعات الجوية الثلاث أيام القادمة. يوم الاثنين زخات محدودة من الأمطار 24 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 16 درجة مئوية مع اشتداد حالة عدم الاستقرار الجوي مع اقتراب هذه الكتلة الهوائية الباردة. انخفاض شديد على درجات الحرارة مقارنة يوم الثلاثاء مقارنة بيوم الاثنين، 15 درجة مئوية فقط كحرارة عظمى، أما الصغرى 8 درجات مئوية. ويوم الأربعاء تبقى الأجواء باردة 17 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 12 درجة مئوية. بالنسبة للتوقعات الجوية لباقي المدن السعودية ليوم الاثنين، تبدأ من المنطقة الشمالية أجواء شديدة البرودة شتوية بشكل عام ومطرة في كل من سكاكا وعرعر وتبوك، 10 إلى 0 درجة مئوية في تبوك، 10 إلى درجة واحدة في سكاكا وعرعر، 9 إلى درجة واحدة تحت الصفر، وتكون الهطولات عبارة عن زخات ثلجية فوق القمم الجبلية العالية. بالنسبة للمنطقة الغربية أجواء مستقرة بشكل عام في المدينة المنورة 19 إلى 10، جدة 22 إلى 16، مكة المكرمة 23 إلى 15، والطائف 18 إلى 12 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية أحوال جوية غير مستقرة، الباحة 14 إلى 11، أبها 19 إلى 10 إلى 11 عفوا، أما جازان 29 إلى 24 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام 21 إلى 17، حفر الباطن 20 إلى 7، والإحساء 24 إلى 15 درجة مئوية. أخيرا المنطقة العاصمة الرياض أجواء غير مستقرة وزخات من الأمطار 24 إلى 16، بريدة 17 إلى 7، وحائل 13 إلى درجتين مئويتين فقط. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.